بدنا نرحب بليندا خوري، مصورة فوتوغرافية نشيطة جدا وصاحبة دارة التصوير. شكرا. صباح الخير ليندا، كيف حالك؟ الحمد لله. للسنة الثالثة على التوالي في عندكم هلأ مهرجان كتير حلو عم بتقوموا فيه، نعرف عنه أكثر منك. أكيد، هو مهرجان الصورة الثالث اللي هو بتنظيم من المعهد الثقافي الفرنسي ودارة التصوير، طبعا بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ولقاءات آر اللي هو مهرجان له سنين بيصير بفرنسا. السنة أنتوا كل سنة هاي يعني السنتين الماضيين كل مرة في له ثيم معين. أكيد. فالسنة أكيد عندكم شيء بيختلف. مزبوط. السنة عندنا ثيم اسمه ماكرو أن مي بالإنجليزي اللي هو أنا والكبير، اللي هو بيكون كل المعارض وكل شيء بنعمله تابع لهذا الموضوع. هلا الموضوع هو مربوط بعلاقة الإنسان بكل شيء أكبر منه أو أصغر منه، بالمسافة، بالبعد، بالحجم. فكيف الفنان أو المصور الفني بده يعكس هذه العلاقة من خلال الصور تبعته. حلو. بنحكي من أول الشهر ل 31 أذار رح يكون هذا المعرض مستمر. مزبوط. لكن الحلو فيه إنه مش بمحل واحد. 100%. هلا هي الفكرة إنه إحنا نخلي عمان كلياتها تصير معارض صور، وإنه ننشر قد ما بنقدر ثقافة الصورة بكل مكان. فالمعارض إحنا في عنا 15 موقع أو فنيو أو قاعة عرض مشاركين معنا، وفي عنا 25 فنان موزعين، منهم معارض فردية، منهم مثلا معرضين بنفس الموقع. فهن مجموعة معارض، الشخص خلال الشهر ممكن يشوف أكثر من معرض. حلو. في إشي مميز قلنا السنة هاي بالخطوط، بالصور، بالتركيز على الصور نفسها، في تركيز على يعني اشرحي لنا عنها شوي. هلا الحلو بهذا الثيم او الموضوع تبعنا تبع هاي السنه انه هو واسع كثير وفلسفي، فكل مصور عرضه بشكل معين. يعني في مصور مثلا بين حاله بصور حجمه كتير كان صغير بالصورة مقارنة مع مشهد عظيم للطبيعة، اللي هي عكس حاله مع الكبير اللي هي الطبيعة، انه هو قديش هو شقفة صغيرة من هذا الكون الكبير. مثلا مصور تاني عمل موضوع له دخل بالشارع والإنسان كيف بتعامل مع شارع معين بمنطقة معينة، كيف حياة الإنسان بهذا الشارع، كيف الناس بتيجي من برا لتزور هذا المكان. في ناس مثلا فرجة قدي الإنسان علاقته مع البيئة ممكن تأثر علينا، يعني إنه إحنا لما قاعدين عم نضر البيئة فبالنهاية إحنا بنضر بالمقابل. في الموضوع فلسفي كتير والمعارض متعددة وكتيرة. صح. 25 فنان عم نحكي، يعني مش قلال فنانين، إحنا بمعنى إنه مصورين فني. إحنا المشكلة كلمة فنان انربطت مع الرسام، بس هو المصور الفني كمان يعتبر فنان. وفي عنا مجموعة مصورين من فرنسا ومن الأردن، وفي طبعا شراكة بالدول العربية. في عنا 5 مصورين من فرنسا جايين السنة، وفي منهم مهمين كتير من وكالات مهمة كتير. طبعا كل حدا بيجي منهم بيصير في عنا حظ انه نعمل مثل ورشة عمل معه او لقاء. وفي عنا مصورين من الأردن مشاركين، في عنا مسابقتين تصوير، واحدة كانت للتصوير الفني اللي هي كانت مثل احنا بنعتبرها مسابقة راقية شوي، اللي هي بس لازم المصور اللي عنده سيرة ذاتية بالتصوير كبيرة انه يقدر يشارك فيها، وخلصت نتائجها ورح تنعرض خلال المهرجان. وفي عنا المسابقة المفتوحة اللي هي بعدها شغالة لهلا، اي حدا بيقدر يشارك فيها، واذا اي حدا حابب انه يكون جزء من المهرجان بيقدر يشارك فيها. كثير حلو. نحكي عن المواقع اللي او برنامج المهرجان. اكيد. هلا احنا برنامج احنا عاملين مثل فلاير منشوره موجوده بكل المواقع تبعتنا، وطبعا منتابع على الفيسبوك، على تويتر، على كل المواقع الاعلاميه، اللي هو عندنا مثلا معرض على دوار باريس، واللي هو بيحكي عن الحج لمكة بال 1900 تقريبا 1908، واللي هو يعني حلو انه الواحد يروح يشوف كيف كانت هاي الامور تصير زمان. هلا بالطيارة وبأوتيل 5 نجوم الواحد بيقعد، غير لما يروح بالباخرة ويمشيها، ففرق العمر بيفرق طبعا. حلو. في عنا معرض اليوم رح يكون في لقاء مع المنظمة تبعت المعرض اللي هي اسمها. هذا المعرض صار بتدريب من مصورة جزائرية بلجيكية، تدريب أولاد صغار بغزة بالمخيمات إنهم كيف يعبروا عن حالهم من خلال الصورة، ويفرجونا إحنا لقطاتهم هن. فرح نعرض مجموعة صور هدول.
طبعا في معرض انا هنا للمصور تيري بويت اللي هو مصور فرنسي، بلش بالمعهد الثقافي الفرنسي وبعده شغال لاخر الشهر. في المعرض تبعي انا من المشاركين بالمعارض، واللي هو اسمه ساند بابلر او السلطعون الرمل او سلطعون الرمال بالمعهد الثقافي الفرنسي. شو بتميز هذا السلطعون الرمال؟ هلا هذه صراحه صدفه، هو كان الموضوع انا مجرد تسجيل، انا عملت تسجيل لحاله شفتها. هلا هذا السلطعون هو عباره عن شيء كثير صغير، حجمه يدوب أقل من سنتي، بطلع بس ينزل تنزل المي وقت الجزر، بطلع وبيصير يأكل من الرمل. فهي الصور عم تطلع، فلما بيأكل من الرمل بشكل طابات صغيرة وبيزتها واحدة ورا الثانية، بيمشي وبيزت كمان طابة، فبالنهاية بتطلع معه تشكيلة فنية. فهو واحد من الفنانين المشاركين، يعني أنا بس مجرد صورت الصور عنه. هو صاحب المعرض. صاحب المعرض. وطبعا علاقته بموضوع الصورة انه هذا الشيء المتناهي الصغر كيف قاعد عم بيشكل، يعني هو لانه ماكرو انمي انا والكبير، ممكن يكون علاقه الشيء الكثير صغير مع العالم من حوله. وطبعا في معرض ببنك القاهرة عمان شغال لواحد الشهر لواحد أربعة للمصور أحمد محاسري، وفي عنا بنبض كمان شغال هلا لمصور فرنسي عم بيصور اشياء عن كيف الانسان بيشوف التلفزيون، يعني لما الواحد بيكون قاعد بيحضر التلفزيون كيف بتكون قعدته وكيف بتكون بتصرف. حلو. في عنا كمان لمصورة فلسطينية إيمان كمان بنبض. في عنا بجاكراندا هلا شغال المصور العراقي محمد الشمري. في عنا بدارة التصوير المعرض افتتاحه يوم الأحد مع معاذ فريج، هو مصور صحفي. وعم نشوف هنا زي كأنه عم بصور مركز على الزعتري. هو موضوعه الزعتري. عن الزعتري كله. وموضوعه كان إنه كيف الأطفال اللي فجأة بيوم وليلة اضطروا يتركوا بلدهم، يجوا على منطقة هن مش عارفين ايش هي، وهن بمرحلة انتقال او مرحلة انتقالية بين اللي العظيم اللي هو الحرب والاعظم اللي هو المستقبل. يعني هن مش عارفين ايش اللي ايش السبب انهم هون، مش عارفين لوين رايحين. فموضوعه كله عن الاطفال بالمخيم. في عنا معرض كمان بزارة جاليري مع فريدون، المصور فريدون. في عنا بالمتحف الوطني للفنون الجميلة معرضين لزين سلطي ولنادية باتا. في عنا كمان ريترو اللي هي مجموعة من العرب إيميج فاونديشن اللي هي المنظمة العربية للصورة، واللي هن عندهم أرشيف كتير كبير من صور قديمة كتير. حلو. فإحنا كل سنة هتكون قديمة. إحنا كل سنة منشارك معهم كمان بالمهرجان. عندنا لتمار عوض براس العين بجاليريا راس العين كمان. معرض تمارا مميز كمان لأنه هي عم بتفرجي النملة كيف بتشوف. أوف. واللي هي النملة بالنسبة لنا إشي كتير بسيط، بس إنه فرصة إنه نحن نشوف لو إنا محلها كيف بتشوفنا. في عندنا كمان للمصور فينسنت كاتالا، مصور فرنسي بدار الأندى. في عنا المصور العالمي جون جوميل اللي هو من وكالة ماغنوم، هي أهم وكالة للصور بالعالم. فهو رح يشاركنا بموضوع عن البحارة اللي بيروحوا شغلتهم إنهم يروحوا يقعدوا مدة معينة بالبحر عشان يصيدوا السمك. فهو بيعيشنا هذه المدة. حلو. اللي بيعيشوها. طبعا في عنا مسابقة التصوير اللي هن الجوائز الثلاثة أو الجائزتين اللي فازوا مع مجموعة كمان من الصور المعروضة. الجائزة الأولى كانت لرشا عامر اللي هي موضوعها كان كيف تأثير البيئة علينا، فموضوعها اسمه ما بنقدر نتنفس وما بنقدر نسبح. فهذا تأثير الإنسان على البيئة. كمان كان في عنا الجائزة الثانية لميرا خليف اللي هي برأيها أنه إحنا عم نبني العالم هلا، يعني احنا جزء كتير مهم من العالم، فممكن احنا نكون اكبر منه مع انه العالم كتير اكبر منه. يعني حتى بالصوره اللي حاطتها كتير حلوه، ماسكه فرشاي على سحابه هيك وعم بالسماء ترسم وعم كانه احنا اللي عم نرسم السحاب. حلو. احنا اللي بنبني المدن، احنا اللي بنشكل البيوت. وكمان في عنا لاول سنه
ضمن مهرجان الصورة منشورة اللي هي كتاب عاملها محمد نايف، طبعا بالإضافة لمجموعة من الصور رح تنعرض بتوقيع الكتاب بمحل جديد اسمه فن وشاي بجبل ويبدة. هذا كتاب عن شارع كلية الشريعة بجبل ويبدة اللي هو واحد من الشوارع اللي بعدها محافظة على طابعها القديم، صح. واللي هو من نظرته ومن خوفه على، هو مهندس معماري، إنه يروح الشارع مثل ما عم بتروح كتير شوارع بعمان، فإنه حابب يوثقه ويفرجي إنه كيف إحنا ممكن نعمل إشي جديد في الشارع بس بدون ما نأثر على طابعه ونخربه. حلو. فهذه، وفي عنا طبعا معرض بالمريديان كمان من كولكشن صور للطيران، وفي عنا ليلة السنة واللي هي كمان إشي بالتعاون مع مهرجان أرل العالمي. ليلة السنة رح تكون عرض بشارع الرينبو جبل عمان، عرض بالشوارع على شاشات هيلو. كبيرة، فالناس تقدر تتمشى من بعد غروب الشمس. هذا رح يكون ب 29 شهر اللي هو نوع من نهاية للمهرجان. رح يتم عرض مجموعة من الصور بطريقة معمول لها مونتاج معين، إنه الناس هي ماشية بالشارع تشوف على شاشات كتير ضخمة الصور معروضة، وهي من نوع من المشاركة للناس كلياتها، إنه مش ضروري الواحد يروح على قاعة عرض عشان يشوف، هي الفن عنده بالشارع. كتير حلوة الفكرة هاي، حبيتها. فهذا يعني كامل المهرجان تبعنا. ليندا، بس هيك السؤال سريع، كيف تختاري الناس اللي بيشاركوا بالمعرض؟ هلأ شوفي، إحنا بنحاول دائما نبلش تحضيرات من بكير كتير، يعني مثلا أعلننا المسابقة شهر 10 السنة، فأساس إنه قد ما بنقدر نحاول الناس تشارك. هلأ إحنا أول إشي بنطرح فكرة المهرجان، بنعمل مثل، بديش أحكي مؤتمر صحفي بس مثل لقاء بيكونوا موجودين في الصحافة، بندعو فيها الجهات اللي ممكن نعرض عندها، وبنفتح المجال إنه يا أما صالة العرض نفسها بيقدموا هن مصور، يا اما احنا بنكون اخترنا المصور ومنقدم لهم اياه، فاحنا يعني تاركين المجال انه يا صاله العرض تختار يا اما نحن نختار، فمنقدم الموضوع بعدين بنحط مثل موعد انه هذا اخر موعد لتقديم الصور، فبلشوا يجوا المصورين بالافكار تبعتهم بالصور تبعتهم، وبنشوف الشيء اللي ظابط معنا بنقبل. نفس القصه برضه بيتم اختيار مجموعه من المصورين الفرنسيين عن طريق المعهد الثقافي الفرنسي، منقيم صورهم ومنقول انه هذا ضابط مع الثيم تبعنا، هذا مش ضابط، وبهي الطريقه بيتم اختيار المصورين. كثير حلو، بتعطوا كمان فرصه لناس يعني هو يعني أكيد. مصور هاوي مش مشهور لسه، اكيد انتم شوفي، هو احنا بالاردن بشكل عام التصوير الفني هو شيء جديد، يعني مش شيء له عمر مثل بقيه الدول، فهذا المهرجان هدفه الاساسي تطوير الصوره الفنيه ونعطيها رقي، يعني احنا ما بهمنا انه نعرض كميه من الصور، مش هذا الهدف، يعني ممكن معرض يكون فيه 6 صور بس كافين. حلو. فإحنا الهدف إنه نعطي قيمة، فإحنا دائما أول شغلة بنطلع عليها جودة الصورة، يعني إذا الصورة ما فيها يعني ما مش على الجودة اللي بدنا إياها ما بنعرضها، فهذا أهم إشي عندنا بالمهرجان. بدارة التصوير بتعطوا دورات تصوير؟ بدارة التصوير نعطي دورات مستمرة كل شهر، في دورة أساسيات وفي عنا ورشات أعمال، في عنا دورات متقدمة. كتير حلو. ليندا خوري، شكرا كتير لإلك. شكرا كتير لكم. وإن شاء الله منشوفكم بالمهرجان. شكرا لكم.